سلوى بن عبد الواحد، مديرة التسويق والإشهار بمبواب. ألوغ مبواب هو موقع الرائد في المغرب المتخصص في العقار. احنا فخورين لان هذا العام تنحتفلوا ب10 سنين منذ الانشاء ديال الموقع، وهاد 10 سنين كانت غنيه بالانجازات الايجابيه. في 2018 هذه عامين درنا اول تبرع ديال 7 مليون ديال الدولار من الجروب او ام بي جي. هذا التبرع زائد التبرع اللي درناه هذه بضعه اسابيع ب 7 مليون ديال الدولار اضافيه، دوك المجموع وصلنا 14 مليون ديال الدولار. هاد التبرعات عاونونا بزاف اننا تمكنا من درنا هاد الانجازات من ناحيه ديال العدد ديال الزبناء اللي عندنا. دونك تقريبا زدنا وصلنا اكثر من 1000 زبون اللي وضعوا الثقه ديالهم عندنا. وديزون هذيك تنحاولوا يوميا كيفاش نتقربوا اكثر واكثر من الزبناء ديالنا باش نفهموا الاحتياجات ديالهم الخاصه، شنو هما المشاكل اللي عندهم، وكيفاش حنا يمكننا نعاونوهم باش يزيدوا يطوروا لاكتيفيتي العمل ديالهم. شنو درنا دابا؟ سك العام اللي فات درنا ديجا جوله وطنيه، واليوم حنا في الدار البيضاء في لوتي حيات ايجنسي في الدار البيضاء اللي جينا باش نديروا لقاء. دوك لي فونت بريفي باي مبواب، دوك الهمزه عند مبواب، والهدف ديالهم اننا نسمعوا نكونوا بالقرب اكثر من المتطلبات ديالهم، ونعطيهم عروض حصريه اللي غادي يعاونهم انهم يبداوا العام 2020 بأحسن إن شاء الله، فوالا أحسن الأهداف، ونكونوا جميع في مسار واحد من أجل تطوير العقار في المغرب إن شاء الله. ألوغ هذه هي أوسي الفرصة أننا نهضروا على لو غيد مبواب دو ليموبيلي، ستادير دليل مبواب العقار. تنعلنوا فيه على معلومات حصرية على الأكتيفيتي ديال العقار في المغرب على السنة اللي مضات 2019، مع واحد لو فوكس على 6 شهور الأخرى ديال العام. هاد الشيء معلومات اللي كتعاون بزاف المنشطين العقاريين باش يعرفوا بالضبط شنو هما المدن لي كارتي صديق المناطق بالضبط اللي الثمن فيها مرتفع هابط، امتى خاص تشري، امتى خاصك تبيع، امتى شنو هما الاحتياجات، ميم واش الناس تيبغيو شقق ديال بيت واحد ولا جوج غرفه جوج الغرف. وهذا الشيء المنشطين العقاريين فاش نعطيهم هذا الشيء، تنهضروا معاهم، تنعطيهم هذا الدليل، تنشوفوا بان تعاونهم بزاف وتزيد توطيد العلاقه بيناتنا. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.